زي ما قلت في التقديمة جسدت شخصية فيفيان في أبو العروسة، كانت مثيرة للجدل، فتاة مسيحية اللي بتحب شاب مسلم. فقولي لي ردود الأفعال اللي تلقيتيها، وفي بعض الناس يعني انتقدوا ده، فشايفة الانتقادات دي ازاي؟ لا، هو كمالك الناس بتنتقد انه بتحبي ايه وهو مطلع عينك، لانه كان على طول بيعملني وحش قوي، وانا صبره 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 وبحبه قوي، مهما يعمل فيا برجع له، بس في الاخر ما هو ما كانش نصيبي برضه. والجزء الثاني كنت انا بقى اللي بتحايل ان احنا نرجع وهو مش عايز، وانا حبيت ان انا يعني امثل الفتاة المسيحية، لان الادوار دي لازم تتعمل، لان الوطن ده وطننا كلنا، وما فيش حاجة اسمها اني ما اعملش دور لاني مش فاهمة فيه. بس كان الاستاذ هاني كمال مصر ان احنا ما نعملش اي علامات للديانات، لان هي الديانة اخلاق، فكان عايز يقول للناس، الناس يا جماعة الاخلاق اهم من اي حاجة، احنا ما بنتكلمش على الانواع، الديانات كلها اتكلمت على نفس الاخلاق. هل شفتي نموذج في الحقيقة قريب من الشخصية دي؟ ياه طبعا، امال انا هستدعي الشخصية منين؟ ما هو لازم اكون شفتها في حد قريب. فطبعا هو نص الشعب يعني كادح بصراحة، ومصريين دول صابرين وربنا بيحبهم. صحيح. يعني المسلسل فريد من نوعه في قصته وفي احداثه، حتى يعني عرضه خارج سيزون رمضان ده كان شايفة انه كان نقطة في صالحه، انه الجمهور يركز قوي معاه وهو بيتفرج عليه. ابو العروسة لو اتعرض في اي وقت في الدنيا كان هينجح.